الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هناك ينطلق الشوط السادس مخصص للإبكار مهجنات هنا في هذا الميدان، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلاقة سليمة هنا لهذه الشعارات دوما وأبدا إن شاء الله. هناك نسير دائما مع الصدارة ومع المقدمة مع المركز الأول، هناك أيضا والاندفاع الذاتي على صدارة هذا الشوط. الصدارة والمقدمة مع شعاع من تتواجد على الصدارة، هناك أيضا واضحة وضوح الشمس مع مقدمة هذا الشوط، ولكن دمعة وتحدياتها الجميلة شعار سمو الشيخ أحمد بن جمعة المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي في عملية التضمير، بينما التحدي هناك من الجانب الأيمن في هذه اللحظات الشاهينية. وصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري هناك في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع ثالث المراكز ووصول من شعاع في هذه اللحظة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الرابع هناك أيضا والتسلل في هذه اللحظات من أيضا طاعة متتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. الوصول في هذه اللحظات أيضا من شعار هجن الرياسة على ظهر مصيحة وعلي بن يميل الوهيبي الظافر من يقدم هذا الاسم الكبير في سباقات الهجن العربية الأصيلة، ولكن الشاهينية أيضا من تأتي بدورها على المركز السادس في هذه اللحظات. وصلت الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، هناك المستحيل من يقود عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا ندائنا، هكذا تحدياتنا، هكذا شعارات أصحاب الشيوخ المنطلقين في عاصمة الميادين بحثا عن النوم ناموس وبحثا عن المقدمة والمركز الأول. أعود إلى الصدارة، أعود مع المركز الأول، هناك الشاهينية. الشاهينية هنا على الصدارة والمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة هناك، التسلل الجميل في هذه اللحظات، التسلل والخمسة في موقع واحد هنا أعزائي المشاهدين لكي تتحدى هنا أيضا وتتصارع من أجل المقدمة والمركز الأول. هناك أيضا شعاع من تاتي على ثاني المراكز في هذه اللحظات لسمو سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هنهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. من الجانب الأيمن هناك المركز الثالث، وصول من الشاهينية المملوكة لشعار هجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري هناك في عملية التضمير. انتقل مباشرة مع المركز الرابع، وصلت دمعة هنا في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المقبالي من يضمر ويتابعها، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات وصول من مصيحة المملوكة لشعار هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي هناك من يتابع هذا الشعار، بينما هناك المركز السادس والقدوم في هذه اللحظات وصلت طاعة من تتواجد هناك أيضا على المركز السادس لشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا التحديات وهكذا النداء للمراكز الست الأوائل المتقدمة هنا، واتجاهنا اتجاه صحيح وسليم نحو خط النهاية. أعود إلى الصدارة مع المركز الأول، الشاهينية ما زالت الشاهينية صامدة مع المقدمة ومع المركز الأول. الله الله، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري هناك في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثاني، شوفوا من القادم هناك من المركز الثاني، يا سلام، هناك شعاع من تاتي وتنتزع. المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هنهيان سعيد بن مبارك الوهيبي هناك في عملية التضمير والتدريب، ركز يا الوهيبي في هذه الانطلاقة. بينما المركز الثالث هناك الوصول من دمعة على
ثالث المراكز. يا سلام يا سلام، سمو الشيخ أحمد بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع مصيحة، وهناك شعار هجن الرئاسة، وهناك ظافر المضمرين، ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي، هناك أيضا يتابع مصيحة على المركز الرابع. انتقل مباشرة مع المركز الخامس، وصلت هناك طاعة المملوكة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طالش بن مبارك بالقوبع، هناك في عملية التضمير مع المركز الخامس والمركز السادس. الوصول من الشاهينية وشعار هجن الرئاسة، من يقدم هذه السلالة ويقدم هذه الذلول العملاقة المميزة دائما بشعارها، وهناك راشد بن محمد بالسم المنصوري. فلله درك يا أبو ذياب على هذا التواجد وعلى هذا الانطلاق هنا على المركز السادس هنا، ولكن هناك التحديات، التحديات الجميلة مع الأمتار الأخيرة والكوكبة السداسية، الكوكبة السداسية في هذه اللحظات. أعود هناك مع الصدارة مع المركز الأول وتحدياتنا الجميلة في هذه اللحظات. شعاع هناك على الصدارة هنا مع المركز الأول. يا سلام يا سلام، سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان هيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية تضمير. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، الوصول من ثاني المراكز في هذه اللحظات. هناك التحديات الجميلة والمميزة هناك من دمعة على ثاني المراكز لسمو الشيخ أحمد بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المغبالي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. من القادم في هذه اللحظات، من المنطلق في هذه اللحظات، من الشعارات الجميلة الشاهينية من الجانب الأيمن على التسلل هنا من هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري هناك في عملية التضمير والتدريب، ولكن وصلت مصيحة على المركز الثالث. هناك أيضا تتسلل من مركز تلو مركز شعار هجن الرئاسة هنا، والذي يقدم دائما الأصالة في هذه اللحظات، وهناك علي بن يميل الوهيبي. بينما المركز الرابع وصلت دمعة هناك، وصلت دمعة لكي تشكل المربع الذهبي في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، سمو الشيخ أحمد بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في عملية التضمير والتدريب. بينما هناك أيضا طاعة، الوصول من طاعة، هناك شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طالش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. بينما الشاهينية على المركز السادس وشعار هجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري في عملية التضمير. هكذا نداءنا الثالث وهكذا التحديات من هذه الشعارات. أعود إلى الصدارة، أعود والعودة أحمد دائما هناك مع المقدمة مع المركز الأول، والتحديات هناك من المراكز الثلاث الأوائل، الثلاث اللي بهزان اللقاء، ولكن دمعة 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 والشاهينية، دمعة والشاهينية، الشاهينية تبغي درب هناك على صدارة هذا الشوط مع المقدمة ومع المركز الرابع في هذه اللحظات. هكذا شعار هجن الرئاسة الذي دائما يقدم هنا الأصالة ودائما يقدم الحروف من ذهب هنا، شعار هجن الرئاسة راشد بن محمد بسام المنصوري المستعيل، حاضر مع هذا الشعار وحاضر مع هذا الاسم وحاضر دائما مع هذه الانطلاقة. المركز الرابع، رابع المراكز دمعة هنا على المركز الرابع، سمو الشيخ أحمد بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في عملية التضمير والتدريب، والشاهينية من الجانب الأيمن على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم. يلا يا بن شريم، اشتدت المعركة. طاعة هناك أيضا بدأت توصل على المركز السادس، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أعود إلى الصدارة مع المركز الأول مع التحديات الجميلة والمميزة هنا، أرى التسلل من مصيحة، التسلل من مصيحة في هذه اللحظات هنا، شعار هجن الرئاسة. وهناك حاضر، هناك حاضر أبو سعيد علي بن يميل الوهيبي الذي دائما يتواجد، دائما يتواجد مع هذا الشعار. الله الله الله، المركز الثاني، ثاني المراكز. هناك أيضا التحديات من شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان هيان سعيد بن مبارك الوهيبي، الوصول من الشاهينية على المركز الثالث، شعار هجن الرئاسة وراشد بن محمد بسهم المنصور
الدور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، أنا مسلما أنا مسلما هنا. الكوكب الثلاثية الثلاث اللي بهنزان اللقاء في موقع واحد، في تحدي واحد هناك، وفي صراع واحد، ولكن طاعة هناك أيضا، أيضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. شعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. الله الله، الأمتال الأخيرة ولائحة الكيلو غادرناها هنا، الأمتال الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الأوامر، مصيحة على الصدارة مع المركز الأول مع التحديات الجميلة. سلام رياسي سلام، سلام يا الرياسة سلام، سلام مصيحة سلام، سلام يا الظافر سلام، سلام على هذا الأداء الجميل والمميز هنا مع الصدارة ومع المقدمة مع المركز الأول. ها هي مصيحة وها هو شعار هجن الرياسة، وها هو علي بن ميل الوهيبي الذي دائما ينطلق مع الأمتال الأخيرة. ثانيا شعاع من تاتي وتتواجد على ثاني المراكز سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هنهيان سعيدة بن مبارك الوهيبي، من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أعود إلى الصدارة، أعود مع المقدمة مع الأربعمية متر الأخيرة المنفصلة هنا، ولكن مصاحة صاحبة المقدمة وصاحبة الصدارة وصاحبة المركز الأول شعار هجن الرياسة والظافر من يتواجد هناك على الصدارة مع المركز الأول. سلام للظافر سلام، سلام على هذا الأداء الجميل هنا، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية هنا. تهانينا والناموس لهذا الشعار ومشجعي هذا الشعار والذي يتابع هذا الشعار أيضا هنا على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني لحظات الوصول من شعاع سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هنهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، بينما المركز الثالث هناك الشاهينية المملوكة لشعال هجن الرياسة وراشد بن محمد السم المنصوري، والمركز الرابع الدخول في هذه اللحظات مطاع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب وطارق بن مبارك بالقوبع، بينما المركز الخامس هناك الشاهينية على خامس المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريب المري في عملية التضمير. عودة مع التوقيت الزمني 12 دقيقة 58 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من شعاع على ثاني المراكز سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هنهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير. لحظات الوصول 13 دقيقة 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث الشاهينية وشعار هجن الرياسة والمستحيل من يأتي أيضا مع الشاهينية وانطلاقة الشاهينية. 13 دقيقة 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء التواصل ليستمر.